يقول لو أن الإنسان في اليوم ولا مر بالحياة لو أنه في اليوم قرأ صفحة واحدة فقط من القرآن هل لا يكون هاجرا؟ نعم لا يكون هاجرا إن شاء الله تعالى القرآن، يعني طالما أنه يقرأ كل يوم في القرآن ولو قرأ صفحة، لو قرأ أقل من صفحة لا يكون هاجرا له. إيه نعم.